رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، وطبعا بالفقرة الطبية. في بنات وسيدات كتير ما عندهمش المعلومة الكاملة ان جسمها بعد سن 30 بيكون محتاج انه يدعم بمكملات غذائية عشان تفضل طبعا بصحتها وبشبابها لأكتر وقت ممكن. فهل فعلا الفيتامينز ممكن تكون السبب في تطوير حياة المرأة بعد سن 30، وإيه مدى أهميتها؟ خلينا نعرف ده من دكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. منوراني يا دندون. يا عظيمة يا عاملة إيه يا روح قلبي؟ أنت أخبارك إيه؟ أنا عاملة حاجات كويسة الحمد لله. عاملة حاجات كويسة؟ ده أنا يعني في دقيقة حاولت أخلص السلايس بتاعتي. يا روح قلبي. رائع يا جماعة، والله حياتي. أحلى أكل. تسلمي، تسلمي يا عمري، كلك ذوق والله، ده من ذوقك حبيبتي، تسلمي لي. يسعدني طبعا إن الحاجة تعجبك، وأنت بس عملتي معانا واجب النهاردة في الإنترو بتاع الفقرة، قلت لنا في سن ال 30، رغم إن إحنا عارفينه في سن ال 40. فيعني عشان تدينا ايه، امل في الحياه ولا عشان؟ لا، هو على فكره في اي سن الفيتامينز، سن ال 30 دي صغيره جدا، وال 40 صغيره جدا. ايوه، وال 50 كمان لا يزعلوا طبعا، وال 50 صغيره. بصي، طول ما احنا مبسوطين وما عندناش مشاكل الحمد لله مش هنكبر. في بنات في العشرينات بيبانوا اكبر من سنهم، مشاكل وستريس، وبنحاول ان احنا طول ما احنا عايشين في الحياه نبقى حاجه اسمها اوبتيمستيك، يبقى عندنا بوزيتيف انرجي. كلنا عندنا مشاكل، بنحاول ان احنا بالظبط، يعني ما فيش حد في الدنيا عايش من غير مشاكل. صحيح. لقد خلقنا الانسان في كبد، كلنا عندنا مشاغل، عندنا هموم، عندنا مشاكل، عندنا حاجات كتير، بس الذكيه اللي تعرف تسيطر على مشاكلها وتسيطر على الاسترس بتاعها وتاخد الفيتامينات والمعادن اللي تقدر تسيطر لها على الاسترس بتاعها وتقدر تعلي مناعتها وتقدر ان هي تفضل طول الوقت في اشراقه وشكلها حلو وشعرها حلو، لان احنا كل ما بنكبر اكيد يعني حاجات فينا بتتاثر. أكيد. ودي سنه الحياه. فازاي نقدر نكبر بذكاء ونكبر بصحه وبتمثيل غذائي، لان انا كل ما بكبر معدل الحرق عندي بيقل. وشعري يفضل كويس ووشي فيه نضاره، وقتها هبقى انا مبسوطه وعندي نشاط وعارفه اخرج واروح واشتغل. او الستات اللي ما بتشتغلش القعده في البيت تعرف تربي عيالها كويس. مهم حتى ان الواحد يحس احساس داخلي ان هو قادر يعمل اي حاجه في اي وقت. طبعًا يقدر طبعًا عارفه لانه طبعًا. ده احساس وحش. انت عارفه لما انا حصل لي الدروب ده وكلمتك وخدت بدات اخد القلب مالتي فيت، انا حسيت ان انا في حاجه غلط. يعني حسيت كده شعور، يمكن عشان انا طول الوقت ببقى وبسهر وبصحى من 5، بفضل لحد ممكن كنت اطبق يومين وثلاثه، لان يعني حاجات كتير بتبقى موضوعات كتيره، بس ايه، لقيت نفسي هبطت فجاه وجالي خمول ومش قادره اقوم اعمل حاجه خالص. ده بقى احساس ضايقني جدا، عشان كده انا بقول لك الحاله النفسيه دي مهمه. طيب، ممكن نتكلم في موضوع السهر ده في نص دقيقه؟ اوكي، قولي لي. وحش قوي موضوع السهر ده يا جماعه. انا عارفه، حتى على الاطفال جدا. والاطفال واحنا كستات ولازم خلاص. يعني على فكره انا بقول ده وبحاول اعمله لنفسي، لان انا بسهر اليوم اللي بسهر فيه بصحى تاني يوم لا مودي وحش قوي طبعا، وما عنديش طاقه، مش واخده كفايتي من النوم. النوم ده ديتوكسيفيكيشن للجسم. ده اللي بيزيل الهموم، التوكسينز، الهموم فعلا، والهموم وده اللي بيقلل لي مستوى الكورتيزول اللي بيعلى مع التوتر. ومستوى الكورتيزول لما بيعلى، هرمون بيعلى وقت التوتر، بيعمل لي مشاكل كتيره جدا 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 للستات طبعا. فبليز يا جماعه بلاش سهر والستات الحلو. طيب دلوقتي بقى، احنا بما اننا عارفين احنا مهم ناخد زنك، ومهم ناخد فيتامين سي، وناخد فيتامين د، وناخد فوليك اسيد، وناخد كالسيوم، وناخد طبعا. مش كلنا بنقدر نشتري كل حاجه. انا شايفه ان الفا مالتي فيت عمل معادله صعبه. وانا عشان كده عايزاكي تكلمينا بقى عن كل فيتامين من الموجود، تقولي لنا هم كم الفيتامينز المهمه او اغلب المهم اللي احنا محتاجينه، ان انا اقدر كل علبه اخليها على حده. اكيد هاخد في يوم 2 وهنسى بكره 2 وهكذا. 2 فيتامين قصدك؟ يعني هاخد مره كالسيوم وزنك، هنسى مثلا الفيتامين د والاوميجا 3. ما انا غصب عن فيتامين بي، ده مشكله لو نسينا فيتامين بي. ده الحياه بالنسبه لي، فيتامين بي ده بيتحس على طول اول ما يحصل كرامب وتنميل طبعا. ويعني بيحصل حاجات كده مفاجاه بنحسها. ان فيتامين بي مهم للدم قوي طبعا، مهم لتدعيم الدم قوي. يعني حد يقول لي مثلا، حد سالني دكتوره دينا هل الحديد كفايه لعلاج الانيميا؟
مثلا. الحديد ده رقم واحد لعلاج الانيميا، بس لازم يبقى مع الحديد فيتامين سي لانه بيعزز لي امتصاص الحديد، ولازم يبقى معاه الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 لانه بينتج لي كرات الدم الحمراء، والفوليك اسيد بينتج لي كرات الدم الحمراء. ففيتامين بي مهم جدا لتتعيم الدم، مهم جدا فيتامين بي اللي داخل طبعا الب مالتي فيت، لان الب مالتي فيت ملم بكل العيله. طب كلمينا بقى عن العيله دي بقى، كلمينا عشان لو لينا اصدقاء لسه بقى منضمين للفقره ما يعرفوش احنا بنتكلم عن ايه النهارده. فكلمينا عن ان ده مالتي فيتامين او مكمل غذائي، فيتامين فيه اغلب الفيتامينز اللي احنا محتاجينها. كلمينا عن كل عنصر فيه بعد اذنك. الب مالتي فيت انا بعتبره من اقوى المكملات الغذائيه اللي موجوده. هو بقى احنا بقى لنا شركه بايوناتشرالز اعتقد داخلين على سنه، لكن عدى مالتي فيتامينز كتيره جدا بقى لها سنوات طويله. ليه واشمعنى الب مالتي فيت، وليه النجاح اللي حققه الب مالتي فيت، وليه نجاح شركه بايوناتشرالز حققت بالب مالتي فيت؟ وطبعا عندنا منتجات اخرى كتير نقدر نتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه عشان نعرف بقيه منتجات شركه بايوناتشرالز. الب مالتي فيت الحلو اللي فيه انه جامع لي، انا مش هقول كل، معظم من اهم الفيتامينات اللي داخل الب مالتي فيت. اول حاجه فيتامين سي وزنك ونحاس. ليه بتكلم على الثلاثه دول؟ احنا داخلين فصل الشتاء، خايفين من اي فايرال انفكشن، لازم طول الوقت مناعتي تبقى قويه ضد التهاب فيروسي، ضد التهاب بكتيري، واحيانا اورام سرطانيه لا قدر الله. فلازم طول الوقت جسمي يبقى جيش ورادع لاي حاجه وحشه داخل عليا في جسم، داخل عليا انا يعني. فعندي فيتامين سي بنسبه 500 ملي جرام، عندي داخل الب مالتي فيت طبعا الشكل على الشاشه. ما عنديش اي بديل لالب مالتي فيت. الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، بيديني الامان الشديد ان انا ببلع حاجه مرخصه. الب مالتي فيت متوفر في الصيدليات، بيديني امان شديد انه كمان متوفر في الصيدليات، ونقدر كمان نطلبه عن طريق ارقام شركه بايوناتشرالز اللي ارقامها ظاهره على الشاشه، عندنا مندوبين في كل محافظات مصر. طيب فيتامين سي قلت مناعه، مهم قوي للستات اللي بعد ال 30 تاخدها عشان نضاره بشرتها لانه بيحفز لي على انتاج الكولاجين. ده مهم. مهم قوي كمان فيتامين سي لتعزيز نسبه الحديد زي ما انا قلت. عندي الزنك، الزنك مهم لكل حاجه بقى، الزنك مهم للشعر، يمكن الناس تقول لك البيوتين، مش البيوتين بس على فكره، الزنك مهم قوي لتساقط الشعر. لان الزنك مهم لاي خليه في جسمي بتتجدد، شعري بيتجدد، ضوافري بتتجدد، دمي بيتجدد كل 3 شهور، الكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء اعتقد في خلال ايام بتتجدد، فلازم اي خليه عندي تتجدد عايزه زنك ضروري. فالزنك هو هنا انا شايفه نسبه الزنك دي دايما بتقولي لي انها هو الاعلى في الزنك عن اي مكمل غذائي تاني. بالظبط بالظبط، صح كده؟ هو الاعلى، هو 23.9 زي ما انا شايفه، مناعه زي اللي انا قلت، طاقه، ذكوره، بيحسن الخصوبه عند الرجال، وبشره وشعر كويس، بيقوي المناعه قلنا عشان فيتامين سي وزنك. والحلو اللي في الب مالتي فيت انه غني بمجموعه فيتامين ب كامل. انا بقول فيتامين ب يعني الحياه، فيتامين ب يعني تمثيل غذائي، احنا بعد سن معين الحرق عندي بيقل، فلازم ادعم الحرق بتاعي مش بس عشان اخس، عشان كل الطاقات، عشان النشاط بتاعي والطاقات الخفيه، النفس اللي انا بتنفسه ده محتاج سعرات حراريه، نقل هرموناتنا في الدم محتاج سعرات حراريه، نقل الخلايا المناعيه في الدم محتاج سعرات حراريه، مش بس عشان اتحرك، انا عندي طاقات خفيه، لو ما عنديش طاقه الطاقات دي مش هتشتغل، الحاجات اللي الطاقه محتاجاها مش هتشتغل. عندي الفوليك اسيد، الفوليك اسيد مهم قوي للستات، مهم الفوليك اسيد ده من احد عائله فيتامين بي. الفوليك اسيد مهم زي ما انا قلت لدعم الدم، ومهم لالتهاب الاعصاب، ومهم للدعم النفسي، مهم جدا للدعم النفسي، ومهم للستات اللي عايزه تحمل، لان الفوليك اسيد او حمض الفوليك هو اللي بيمنع تشوهات الاجنه، وهو اللي بيدعم الخلايا العصبيه للجنين، فلازم الفوليك اسيد. ومفيد ليها هي بعد كمان فتره الولاده، صح كده؟ طبعا، عشان في بعض الستات بيجي لها اكتئاب ما بعد الحمل، فمفيد ليها جدا الفوليك اسيد، لازم تمشي على فوليك اسيد. يعني مش بس فتره اول 3 شهور زي ما الدكتور بيقول، لا كمان تستمر. لا لا، تستمر عليه الفوليك اسيد ده، فيتامين بي. وفيتامين اي اخباره ايه؟ فيتامين اي ده كلنا يعني بنبقى بنجري، احنا الستات بنجري على الفيتامين اي. فيتامين اي فين يا جماعه؟ فيتامين اي مهم قوي قوي قوي، اولا اقوى انتي اوكسيدنت، اقوى مضاد للالتهاب. فيتامين، احنا جسمنا كله بيتعرض للاكسده، اكسده يعني بيتعرض جسمك للالتهابات. طيب ايه الحاجات اللي بتاكسد؟ حاجات كتير، انا بنزل لساعات الشمس من غير واقي شمس، لازم اعوض بفيتامين اي.
بناكل بنكرر الزيت اللي بنحمر فيه مره واثنين وثلاثه وعشره ده خطر جدا يعني جدا. انا عايزه اقول للناس كلها غلط طبعا طبعا يعني طبعا. كنت بدي سيشنز في بهيه وكان ليا الشرف ان انا كنت بعمل ده ومع الامهات والمحاربات اللي ضد الكانسر ربنا يشفيهم ويعافيهم. وكنت يعني انا يمكن دي كانت البدايه ليا ان انا اخد اعمل يعني ماجستير في التغذيه عشان انا حسيت ان انا عايزه افهم اكتر تفهم. واعرف ارد واعرف اتكلم نفسك. واعرف اعمل الصح لما الناس دي تسالني صح. فالحقيقه يعني بجد من أسوأ الحاجات واول الحاجات الخطيره اللي كانوا الدكاتره بينصحوا بيها موضوع الزيت ده كارثه. وعلى فكره يا جماعه انا عايزه اقول لحضراتكم يا ريت كمان من يعني ما نتخلص من الزيت يا ريت احنا نعمل بيه اعاده تدوير للصابون افضل بدل ما يتباع ويتكرر لينا في مره تانية في اماكن غير صحيه بالمره. اوكي لا هو موضوع الزيت ده خطر جدا ولازم انا طبعا عجبني ان انت اتكلمتي وعملتي يعني عملتي ستريس يعني على النقطه دي. بس الزيت حمرنا فيه مرتين وثلاثه واسود وارجع احمر فيه تاني اول اصفيه اخد الجزء الابيض واسيب الجزء اللي هو حصل فيه لا. التحمير الغامق وقتها لازم اخد فيتامين اي لان كتير من الستات بتقع في الحته دي وما بتبقاش واخده بالها لازم تمشي على مضاد الالتهاب. فيتامين اي يا جماعه موجود في قلب مالتي فيت ده مهم جدا ما شاء الله. الحاجه الجميله انه اهم الفيتامينز انا مش عايزه اقول معظم انا عايزه اقول اهم الفيتامينز صح. موجوده في قلب مالتي في قلب مالتي فيت. والميزه بقى ان علبه واحده هتكفيني شهر. لازم نتكلم على السعر السعر بتاعها اقتصادي يا جماعه والله مناسب لكل الناس عن ان انا اشتري علبه من كل نوع السعر رائع يعني اكدي على المميزات حقيقي اللي بتدعم هذا المنتج الرائع. ألب مالتي فيت زي ما انا قلت المميزات انه غني بفيتامين بي وفيتامين اي وفي كالسيوم. نسينا نتكلم على الكالسيوم. لا كلمينا عن الكالسيوم وعن نسبته عشان بيهم برضو ناس كتير. الكالسيوم مهم للستات قوي من ثلاثينات مهم جدا. الكالسيوم تمشي على كالسيوم بنسبه بسيطه عشان لما بعد ما بتكبر في السن والدوره تنقطع عظمها ما يتعبش. مهم جدا أوكي. مهم قوي للست اللي بتفكر تحمل تمشي على كالسيوم عشان لما بتيجي تحمل البيبي هياخد الكالسيوم اللي موجود عندها كله وهي عظمها هيوجعها جدا. البيبي هياخد اللي هو عايزه صح. واللي مكفيه مش لكن الام نفسها هتتعب قوي. فالكالسيوم مهم كمان على فكره للدعم النفسي. ناس كتير ما تعرفش ان احيانا الاسترس وانقلاب وتقلبات المزاج نتيجه نقص الكالسيوم. يا الكالسيوم كمان بيأثر يا طبعا بيأثر على المزاج وبيأثر على انقباض عضله القلب. لو الكالسيوم عندي واقع بيحصل تاكي كارديا بيحصل يا الاضطراب ده صح كده بالظبط. فمهم قوي الكالسيوم مهم لسناني ومهم العظم ومهم غضاريفي. الكالسيوم لا غنى عنه للستات بالذات. حتى هشاشه العظم بتيجي للستات في سن اصغر من الرجاله. والله محظوظين الرجاله دي محظوظين ما شاء الله يعني ما شاء الله. عندي داخل ألب مالتي فيت اللي بيميزه ارجع اقول عشان سالتيني على السعر. السعر اقتصادي السعر حلو قوي الكل يكفي انه يكفيني شهر وفي معظم الفيتامينز انا بس ادعم فوقهم بالاوميجا زي ما انت قلت لنا قبل كده. اوميجا مهم طبعا. وايه كمان؟ اوميجا مهم وفيتامين د بس فيتامين د بيتاخد بعد ما بعمل التحليل. ألب مالتي فيت ما بحتاجش تحاليل لان الـ 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 الجرعه هي قرص واحد بس والنسبه بتاعته افريج ما تخوفنيش. والزياده بتاع لو في زياده ومش هيحصل زياده اصلا لو في زياده بينزل عن طريق البول اوكي فملوش تخزين في الخلايا. طب قول لنا بقى هو بيتاخد امتى افضل وقت ليه؟ افضل وقت ان انا اخد ألب مالتي فيت باخده بعد الفطار بساعه او بعد الغداء بساعه. لا افضله بالليل لان انا زي ما انا بقول ان ألب مالتي فيت دعم قوي للنشاط بتاعي كويس. فاخده الصبح عشان احس خلي بالك انا بعمل بنصيحتك دي على فكره من ساعتها ناس بتقول لك ايه انا عايزه ارتاح. اللي عايز يرتاح على فكره الراحه يعني لو انا صحي من النوم قاعده مرتاح في البيت ده يجيب تعب. اللي عايز يرتاح ينزل الصبح ويشتغل ويروح ويجي هيروح هيرتاح. لكن اللي صاحي ما عندوش حاجه يعملها او اللي ما عندهاش حاجه تعملها ده التعب. ده فعلا. طيب انا عايزه انزل عايزه اروح بس ما عنديش طاقه لازم اخد ألب مالتي فيت اوكي يدعم لي الطاقه. وانس ان انا نزلت
خرجت طاقتي كلها في النشاطات اليومية بتاعتي، في شغلي، في الأمهات اللي بتودي النوادي وبتودي الدروس، هتروح هتحس براحة بدنية، هتحس بريلاكس. ده مهم قوي. طب قولنا اللي ما يلاقيهوش في صيدلية قريبة منه يعمل ايه في المحافظات بالذات؟ اهالينا في المحافظات ألب مالتي فيت بيتاخد عن طريق الصيدليات، عن طريق الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة، عندنا مندوبين في كل محافظات مصر. اللي عايز ياخده من الصيدلية القريبة جنب بيته، احنا موجودين في الشركة المتحدة للصيادلة بكود 83205. ده خاص بالصيادلة، ده خاص بالدكاترة الصيادلة الموجودين في الصيدليات، يكلموا الشركة المتحدة يقدروا يوفروا وقتها ألب مالتي فيت في الصيدلية بتاعتهم. كويس جدا. فطرق الحصول على ألب مالتي فيت سهلة جدا جدا جدا. طريقة الاستخدام قرص واحد، ما بنكترش عن قرص، ومناسب لمريض الأعمار السكر. بقى قولنا الأعمار، يعني الأطفال من عمر كام؟ من عمر 12-13 سنة. أول ما يبدأوا يبلعوا. أول ما يبدأوا يبلعوا. لغايه كبار السن. انا بدعم جدا الف مالتي فيت لكبار السن جدا، لان اكيد كفاءه الجهاز الهضمي مش زي واحنا شباب. اكيد. فمحتاجين دعم بالفيتامينات والمعادن. مهم جدا. بدعمه جدا لمريض السكر جدا. والله. لان مريض السكر لازم يمشي على فيتامين بي. بدعمه لمريض الكوليسترول، لان مع الادويه برضو محتاج حاجه مضاده للالتهابات وحاجه تنظم مستوى الكوليسترول في الدم. زي فيتامين اي بيقدر يحسن مع الادويه. اكيد طول الوقت بقول الادويه رقم واحد، والمكملات الغذائيه داعم للادويه وليست علاج. طب هنسال سؤالين بقى عشان اصحابنا ما يزعلوش بسرعه. هاله بعمل دايت وشعري بيقع كتير قوي وما عنديش طاقه يا حبيبتي. انا على طول بقول اي حد بيعمل دايت لازم يمشي على مالتي فيتامين، لازم ياخده. لازم. أوكي. لان انا ما اعرفش هي طريقه الدايت بتاعتها ايه. في ناس بيعملوا دايت بيفقدوا كميه فيتامينات ومعادن رهيبه. فبدعم جدا ألب مالتي فيت عشان شعرها ما يقعش. طيب. اللي داخل ألب مالتي فيت بيحسن الشعر، الزنك والبيوتين مهمين جدا. وبدعم اي حد مريض سمنه ودخل عمليات تكميم او عمليات تحويل مسار، لازم يمشي على مكملات غذائيه مليانه فيتامينات. طيب دي بقى بتقول، ده السؤال ده مهم قوي. انا عمري ما اخدت فيتامينز في حياتي وعندي 33 سنه وكانت صحتي كويسه جدا، وفجاه حسيت بتدهور وشكلي بقى بهتان كمان. يعني هي حاسه التدهور احساس جسماني وباين على وشها. ممكن تكون طبعا اكلها بتحاول تاكل اكل صحي، بس كميه الفيتامينز دي احنا محتاجينها يوميا من الاكل، وطبعا عمرنا ما بناخدها من الاكل ده كسورس اساسي. فلازم تمشي على ألب مالتي فيت او مالتي فيتامين مناسب ليها. طبعا هو ألب مالتي فيت مناسب ليها جدا. بعد، لو هتتكلمي على موضوع الشعر، بشوف تحسن في خلال 3 اسابيع، مش من اول ما باخد القرص، لكن هتلاقي نشاط من تاني تالت مرة استخدام. هتلاقي نشاط رائع معاها. لأن الفيتامين المسؤول عن النشاط والدعم التمثيل الغذائي ودعم الحرق هو فيتامين بي كومبلكس، فيتامين بي المركب. طيب آخر سؤال قبل ما ننهي وقتنا. أنا هبة بشتغل مدرس. أهلا وسهلا يا هبة. خلوا بالكم الولاد يا هبة، مش هوصيكم على أولادنا يا هبة. وبصحى كل يوم الصبح، بس أنا أخري أفطر، تفطر بس الصبح وباقي اليوم بنام. عندي 37 سنه، محتاجه اعرف روتين يساعدني. باقي اليوم بتنامي ليه يا هبه؟ وفين الحاجات اللي بتشتغليها؟ يعني هي بتفطر وبتقعد اليوم كله بقى ما تاكلش، بتروح بتنام. تاكل بتنام. بقيت الارهاق بتنام. لا 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 لا، وتفطر بقى ترجع الساعه كام؟ وات ايفر الساعه. لا، لازم انظم طريقه الاكل بتاعتي. ما فيش حاجه اسمها افطر واروح انام. لازم في سعر. لازم وجبه تاخدها. لازم وجبه. الوجبه اللي تاخدها لو هي يعني مش عايزه تتخن، مهم قوي ادعم بالبروتين. البروتين مهم جدا. ومهم للشعر. يمكن نسيت اقول البروتين، شعري ده عباره عن بروتين. فلازم تدعم ببروتينات والياف. الياف مهم قوي، كاربس اللي هي النشويات بكميه مش كبيره. اوكي. يعني الرز والمكرونه والعيش ناكلهم بس بكميات، خصوصا انها بقى لما بتروح بتنام. يعني لازم تعمل فرق بين فتره النوم والاكل عشان طبعا ما تاكلش وتنام. طبعا. صح كده؟ طبعا مهم قوي ده. مهم يعني نمشي على الفيتامينز اساسي. طب احنا لما بنحس ان احنا كويسين، هل في ناس بتوقف يدينا فجاه كده؟ فهل ده صح ولا احنا المفروض نكمل؟ على اعتبار ان في ناس تاخد فيتامينز يقول لك اوقف، اخد 3 شهور واوقف شهر وبعدين اكمل. بص، هو انا بقى الواحد بيوقف مع الفيتامينات القابله للذوبان في الماء. اوكي. في الدهون. في الدهون. لكن الميه عادي. عادي. عايزه توقف شهر شهرين، بس لازم ترجع تاني. لان تاخد. لو بعد ما وقفت شهر وشهرين هرجع تاني، يجي لي دروب. هيجي لي دروب. وهيجي لي
مود مش حلو، هيجي لي عدم نشاط. فاللي عايز يوقف ما يكترش ان هو يوقف شهر او شهرين ويرجع على طول. لكن انا يعني بالنسبه لي مهم الفيتامينات، مش محتاجه ان انا اوقفها، بالذات الفيتامينات القابله للذوبان في الماء. حبيبتي يا دندونه انت نورتيني وشرفتيني النهارده حبيبتي. اسمحوا لي اشكر الدكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، نورتيني وشرفتيني، والى لقاءات تانية بجد بسعد بوجودك معايا. وبشكر كل اصدقائنا الغاليين على قلبي ومتابعينا الكرام واللي لسه هيتابعوني وبيتابعوني جداد النهارده من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه وحب واحترام لحضراتكم، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.